الآن كلمة للأستاذ حسين كادير باسم مؤسسة أرضية أهل وأصدقاء العيون سيدي ملوك، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة ممثل السلطات التنفيذية جهويا ومحليا، السادة ممثل الهيئات القضائية محليا وإقليميا، السيد رئيس جماعة العيون، السادة المنتخبون محليا وإقليميا، السادة الأئمة والفقهاء الأجلاء، السادة ممثل المؤسسات البنكية، السادة التجار والمقاومون بالعيون الناحية الشرقية، السادة والسيدات ممثل المجمع المدني باقي حضور الكريم. باسم أعضاء المجلس المسير لمؤسسة أرضية وأهلس وأصدقاء العيون سيدي ملوك بهولندا، أحييكم وأرحب بكم في حفل تدشيننا لانطلاق ورش بناء دار اليتيم في بلدتنا العزيزة علينا العيون سيدي ملوك. منذ 14 عاما تقريبا بمناسبة الإعلان عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مما قاله صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السابي، وجوب مساعدة الأشخاص في وضعية صعبة كالمعوقين والأطفال المتخلي عنهم والمتشردين والنساء المعوزات اللواتي لا سند ولهن والعجزة والأيتام الذين لا معيل لهم. إن محدودية مواردنا المادية ليست مبررا لقبول هذه الوضعية المزربة التي لا نرضيها لشعبنا الأبي. انتهى كلام جلالة الملك. تلبية لهذا النداء الملكي السامي الرامي إلى التماسك الاجتماعي بين المغاربة قاطبة سواء كانوا خارج أرض الوطن أو داخله، عملنا على تأسيس مؤسسة أرضية أهل وأصدقاء العيون سيدي ملوك بهولندا منذ 9 سنوات خلف، بحكم انتمائنا إلى جذور هذه البلدة العزيزة والتي هي في قلوبنا رغم المسافة الفاصلة بينها وهولندا والمقدرة ب3000 كيلومتر. ومن مهام مؤسستنا ضم اجتماعيات وناشطين من أصل المغربي وغيرهم لتسهيل التواصل بين أهل العيون وأصدقائها إلى ما وجدوا، لطرح المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعتضد الناحية الشرقية، وبالتالي تقديم المساهمة قدر المستطاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والفلاحي، والمساهمة في تنمية الموارد البشرية في العيون والنواحي بشكل عام. ففي ضوء هذا المسعى بزغت فكرة تشييد دار اليتيم، وها نحن اليوم نحتفل بتدشين ورشها. ولولا المساهمة المادية لمؤسسة السلام للعلوم والتربية والأمال الإنسانية بهولندا التي ينبغي الإشادة بها لما تحقق هذا المسعى، فالشكر الجزيل والامتنان موصولا لأعضاء مجلس تسييرها. فعملنا المشترك مع مؤسسة السلام للعلوم والتربية والأمال الإنسانية موثق رسميا، والطرفان منهمكان على تقاسم مهام تدبير شؤون المشروع دار اليتيم مع الحرص على الشفافية التي نتولى من خلالها زرع الاطمئنان لدى الجميع من مؤسسات حكومية ومنتخبات وجمعيات بمختلف مشاربها وكافة السكان العيون سيدي ملوك. فبابنا مفتوح للإداء بملاحظتكم ومقترحاتكم ومساهمتكم، وأنتم مدعوون لاتباع تطورات المشروع متى شئتم. نشكر السلطات الجهوية والإقليمية والمحلية على التسهيلات والإجراءات الناجعة المتعلقة بإنجاز المشروع، ونلتمس منها مساعدتنا على إيجاد موارد تمكننا من استثمارات لسيارة المشروع وتمويل مطابقات الصحية التعليمية والتثقيفية والرياضية والترفيهية، لأن التأطير والحفاظ على استمرار بناء المشروع المعنوي يأتي بعد متم بناء الجدران. وفقنا الله وإياكم في خدمة الصالح العام. شكرا على تتبعكم، والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحسين جدير رئيس مؤسسة أرضية أصدقاء العيون سيدي ملوك. شكرا.